اكيد شي جاي على بالك. عفوا حكيت شي؟ عمل لك البحر بيريح الواحد اكثر ما بتتصوري. لا تاخذني، شردت وما انتبهت لكلامك. انت على طول هيك طفلي قلقانه ومتوتره، ولا هو البحر هو اللي ما عم بيواتيكي؟ وليش بقى عم بتقول عني طفلة؟ ليش؟ عم تتضايق إيما؟ أنا مالي طفلة، أنا عم بدرس ومثل ما أنك شايف وبشتغل كمان. كنت بتمنى أشوف البحر بس ما عندي وقت. بدك تلحقي مدينة الألعاب ما؟ من وين عرفت؟ إذا شفت الملف اللي جوا فهذا المشروع اللي رح أقدمه للكلية. والله هو مشروع بيسلي ومناسب لوحدة بتضل مكشرة على طول مثلك. أنت هيك دائما بتحكي كل شي بيجي على بالك مع الناس يعني؟ قطان خير؟ شوفي تلفنوا لك من سوسالي تارسا، هلا عم يستنوك بعد نص ساعة. طيب ماشي، شكرا. المي، المي منيحة يا طفلي، منيحة. إذا فيكي تطلعي للعماق رح تفردي وشك فورا.